تليف في الكبد احد اعراضه المهمه جدا جدا جدا، الانتفاخ. شوف واحد فاكر ان القصه انتفاخ ويطلع تليف في الكبد، فده طبعا يعني لازم ناخد كلمه انتفاخ دي بحذر شديد جدا. انا منفوخ دي كده، ايه اللي يطمني شويه؟ لما يقول لي بقى لي 20 سنه اطمن. مفيش مرض وحش يقعد 20 سنة خالص، غالبا ده مرض حميد جدا جدا، وليكن قولون عصبي وليكن. لكن لو قالي بقالي شهر شهرين ثلاثة الانتفاخ ده جد علي، لا لا، خدها بمنتهى الحذر. الوقت الطويل في صالح تشخيص سليم بسيط، الوقت القصير مبقاش سعيد قوي بيه. طبعا مش شرط، كل قاعدة ولها يعني حاجات كتيرة جدا تخرج عنها. ادي قضية تليف الكبد، ان الدم داخل الكبد بصعوبة، وبالتالي ما تحت الكبد يبقى الضغط عالي عالي، مش هاخد الغاز اللي مفروض اخده. الحاجة التانية خطيرة جدا جدا جدا، القلب. احنا قلنا قلبين، القلب قلبين، ولو ان في اغنية بتنفي هذا، ما اقدرش احب اتنين عشان ماليش قلبين، لكن انا بقول لكم القلب قلبين يمين وشمال، بس هو ربنا لزقهم في بعض، هو يبدو قلب واحد بس هما اتنين. الشمال بيوزع الدم للجسم كله، اضرب يا جدع طلع الدم في الاورطة اتوزع على الجسم كله. اليمين بيستقبل الدم، بيستقبل الدم اللي طلع ده كله راجع لليمين. ليه؟ عشان نديه الاكسجين. يبقى اليمين بينقبض يطلع للرئه. بصوا المسافه قد ايه، عشان كده جداره اقل، سبحان الله، جداره اقل، ينقبض كده يطلع للرئه، يتاكسد الدم ياخد الاكسجين بتاعه ويروح للشمال وهكذا. طب لو في هبوط في الجهه اليمنى للقلب،